دافعوا عن الأرض. العملة طبعا بتاعت الاحتلال الصهيوني اللي هي الشيكل. الشيكل ينقسم إلى 100 وحدة زي القرش كده عندنا، الجنيه 100 قرش، هم هناك 100 أجورة. عملة العشرة أجورة، عملة العشرة أجورة، هتلاقي إنه ياسر عرفات رحمة الله عليه أبو عمار ومن كذا سنة أثار حاجة مهمة جدا على عملة العشرة أجورة. أثار إنه عندما تمسك العملة بيدك فهتجد مكتوب عليها الرقم 10 على وجه، أما الوجه الآخر فهناك الشمعدان الإسرائيلي الشهير ده. بس أنت لو دققت في الشمعدان هتفهم. فإحنا هنعمل إيه بقى؟ أنا عايز أوري لك العملة وش وظهر كده تشوفها قدام حضرتك، وعايزك كمان بعد كده تشوف بالظبط كده. شوف يا مولانا، أدي العملة هتلاقي مكتوب عليها العشر أجورة، ثم تجد بعد ذلك الوجه الآخر لهذه العملة. مش هيقول لك في المثل كده، يقول لك وجهان لعملة واحدة، أدي الوجهان لعملة واحدة. هتلاقي الشمعدان، وحوالين الشمعدان في دائرة ما غير منتظمة، فلا هي دائرة ولا هي مستطيل ولا هي مربع. ويجب أن تتساءل هذا الشكل غير المنتظم عبارة عن إيه؟ فأنت لو بصيت كويس هتجد إنه خارطة، خريطة، حدود. طيب إيه الدولة اللي حدودها كده؟ إيه الدولة اللي في منطقة؟ هل دي حدود فلسطين؟ لا، فلسطين شكلها مش كده. طب لا قدر الله دي حدود الأردن؟ لا. طب لبنان؟ لا. طب سوريا؟ لا. طب العراق؟ لا. طب مصر لا قدر الله ألف مرة؟ لا. دي حدود. ركزت في الصورة؟ بصيت كويس؟ قربت من التلفزيون؟ دي حدود. الشمعدان على حدود ما. طيب اسمع بقى أبو عمار قال إيه في الحتة دي. هذه عملة إسرائيلية 10 أجورات، 10 أجورات إسرائيلية. هذه العملة عملة حديثة جدا، خلفها في الشمعدان الإسرائيلي، وتحت الشمعدان في إسرائيل الكبرى، سيناء، كل لبنان، كل الأردن، ثلثين سوريا، ثلاث أرباع العراق، ثلث المملكة العربية السعودية، حتى المدينة وخيبر. هذه إسرائيل. هذا مهم جدا. أنا أسأل، شافوها العرب هذه الخريطة؟